ازاي الناس بتاكل الزيت العود؟ ازاي زيت الخشب بيحصروا زيت؟ مش فاهم انا. اخوان المشاهدين، قبل ما نبدا الفيديو ديالنا نشكر اختنا مليكة من مكناس، نشكرها بزاف بزاف والامانه ديالها وصلت لنا، وتحياتي لكل اخواتنا المشاهدين والمتابعين ديالنا، وكملوا معايا الفيديو. هنبدا فيديو جديد اليوم، وكل عام وانتم بخير. شكرا اختي مليكة، الله يجازيك بخير. شكرا شكرا بزاف، ونبغي كاع المشاهدين ديال يوميات مصرف المغرب يدعوا مع الاخت مليكة. وتحياتي لكل متابعينا من طنجة للقرقرات، تحياتي لهم، الف تحية، وتحية على كل اخواتنا المغاربة، وكل عام وانتم بخير، ورمضان كريم مبارك. والاخت مليكة تحياتي ليها بزاف، شكرا ليها، شكرا اختي مليكة، شكرا اخت فريزة، شكرا كل من يسأل علينا، كل من يهضر معانا، شكرا لي بزاف بزاف بزاف، شكرا. كل متتبعين ديالنا باش ما نساوش. يلا كملوا معايا الفيديو. خدنا ايمان، كلشي كلشي، وبزاف بزاف بزاف الناس، الله يجازيهم يعني بخير. عشان ما ننساش حد من طنجة الجويرة وكل اخواتنا القليه المغربيه في خارج الوطن. وتحيه الناس الجاليه، تحيه الناس الجاليه. اخواتنا المصريين وكل الناس من الخليج للمحيط، تحياتي لهم. ويلا كملوا معايا الفيديو على يوميات مصر في المغرب. بسم الله الرحمن الرحيم، اخواني الاعزاء، اليوم اخر فطار لنا في شعبان، عشان في الغد رمضان ان شاء الله. وبمناسبه هذا اليوم بالنسبه للفطار، اول ما جيت المغرب كنت جاي في شهر شعبان برضه، يعني ما انساش انا التوقيت. بالنسبه حصل لي موقف، والموقف دوت ما زال لغايه النهارده كل يوم بفطر افتكره. جم في اول يوم نفطر، فقالوا تاكل زيت العود؟ قلت لهم ايه زيت العود يعني؟ ما كنتش انا اعرف ايه زيت العود يعني، كلمة زيت العود ما اعرفهاش. اللي انا كنت اسمعه منهم يقولوا ايه هنعمل يعني قبل كده، يعني قبل ما اجي كان يقول لك ايه، عملنا طبلة مائدة عود، عملنا ماريو من العود، عملنا مش عارف ايه من العود. فبقول لهم ايه العود؟ فعرفت ان العود اللي هو الخشب، العود اللي هو الخشب بالنسبة لنا احنا بنقول عليه الخشب، يعني مائدة زي كده بالخشب، معمولة بالخشب. فكل ما يجي يقول لي زيت العود اتخذ بعيد عنهم كده، لا 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 ما اكلوش، لا لا ما انا ما اعرفش ايه هو اصلا. فلاقيهم كلهم يغمسوا العود الزيت وياكلوا. ازاي الناس بتاكل زيت العود؟ ازاي زيت الخشب بيحصروا زيت؟ مش فاهم انا. طب احنا في السعوديه مثلا نعرف الزيت العود، العطور بتاع العود بتبقى عطر، بيسموه العود في السعوديه كده. وعلاش كيسميوه العود؟ من العود حتى هو سعيد. ما هو بيحصروا من العود ماشي. تذكر من العود من الشجر ماشي، يعني في العطر اسمه العود، حتى في محلات اسمها العود، العود للعطور ماشي. فبقول لا ايه العود يعني؟ العود ازاي يعني؟ الخشب ازاي يعني؟ هذا كل يوم كل فطار، كل يوم انا نفطر كنا شرب كنا قلتي لي سعيد كنت غنقول لك في مشكله. لا ما انا مش عايز اقول بقى عشان ما نقولش ازاي بيعملوا الزيت والخشب ماشي. وما كانش لسه في يعني في دماغي الفكره، في دماغي يعني ايه ان انا اتحاور فيها يعني. فالمهم قال ازاي الناس دي بياكلوا خشب ازاي؟ مش فاهم انا. قال يجيبوا الخشب ياكلوا خشب، يحصروا الخشب وياكلوه. واخوها يقول لي ايه ده، انا اتوسط واحد عصر لي اسمها ايه الازازه الكبيره بيسموها ايه؟ بوديزا. بوديزا بوديزا عمر لي بوديزا زيت العود، بس ايه عصروا في البيت. ايه عصروا في البيت؟ زيت العود وعصروا في البيت؟ لا مش عصروا في البيت، كنت عصروا في عنده المعصرة يعني. لا يقول عصروا على ايده. عصروا على ايده يعني عنده يعني. هو اللي عنده عنده على ايده يعني، يعني خدا بحال خدا الزيتون على ايده يعني، ماشي مشى خدا جاهز، خدا الزيتون ومشى دار المطحنة طحنة. ما نعرفش احنا زيتون بقى، هو قال العود من عندي، هو العود قال له من عندي انا. قال العود من عنده وانا اللي عصره على ايدي. بقول لهم يعني المهم فين وفين ماشي. مره نوره بتقول لي ايه، اجيب لك شويه زيت زيتون. قلت لها انت عندك زيت زيتون؟ قالت لي اه. قلت لها طب ما تجيبي شويه، احنا اصلا يعني مش متعودين ان احنا ناكل الزيت من مغمس الزيت وناكله يعني، ممكن زيت يعني. لا كانت بتقول يا رب اعمل لك كانت بتقول لي اعمل لك بيض، اعمل لك بيض واحط لك عليه زيت زيتون. قلت لها ليه؟ لو عندك شويه زيت زيتون حطيه ماشي. فالمهم بعد ما اكلت البيض قالت لي ما هو زيت الزيتون ده اللي احنا بنديه لك الصبح عشان تاكله ما ترضاش تاكله. قلت لها ايه هو زيت الزيتون ده؟ وريني كده يا سيد. قلت لها ما هو ده الزيت اللي هو بياكلوه بيفطروا بيه. قالت لي ما هو ده الزيت هو هذا اللي هو هذا
ما كانش مشاهدين احبابنا كي دايرين، لاباس عليكم بعد رمضان كريم نشارك معكم هذا الفطور ديالنا المتواضع. هيوا قهوه قاصحه ديال سعيد وانا قهوتي شويه خفيفه. ابو احمد ما كانش يبغي زيت العود والو، يقول لك لا ما كانش، انا شارح لي ما فهمتش انا كيفاش الموقف ديالو كان واخده، وما كانش كيقول لي. ما هو المشكله بقى حتى يعني مره قلت لي زيت زيت ايام، يعني كان 10 ايام في شعبان ولا 15 يوم في شعبان، وبعد كده جه رمضان نسينا بقى موضوع زيت العود، وبعد العيد بقى جانا ثاني زيت العود. كل ما يجي نصبح الصبح نفطر يقول يحط الزيت قدامه وياكل. يقول لي يقول لي كل لا 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 يقول لي في المغرب وش انا الفرماج، اجيب الفرماج ولا العسل ولا اي حاجه كلها والسلام عليكم. كيقول لي واش في المغرب عندكم زيت العود كتفطروا به؟ قلت له راه عندنا شي حاجه مهمه راه غالي راه كي هو كيجي ما عرفتش حتى غنقول لي زيت الزيتون عادي. لو قلت لي زيت الزيتون انا عارف زيت الزيتون فيه فوائد كتير، يعني عندنا زيت الزيتون، الزيتون بنجيبه اصلا من سينا، عندنا بيزرع في سينا، يعني بقول لك والتين والزيتون هو هو علاش احنا نقولوا زيت العود؟ لانه في سينا اللي هو في سينا ماشي، يعني احلى زيت زيتون في سينا. يعني في ناس بيقول لك لا مصر ما فيهاش زيت زيتون، لا بالعكس مصر فيها زيت الزيتون، احسن زيت زيتون في مصر، لان هو اصلا ربنا قاسم عليه في 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 مصر في زيت التين والزيتون وطور سينين. التين اللي هو اللي هو هنا بسموه ايه؟ التين اللي هو الكرموس. كرموس. الكرموس. الكرموس بسموه التين. توكي زوين ذاك الكرموس. ماشي، فالتين والزيتون وطور السنين هذا عندنا. كيعجبك انت في المربى؟ كي زوين في المربى. التين في المربى جميل، في المربى. كوفيتير كيجي زوين. اه في الكوفيتير في المربى عندنا بنسميه المربى. ماشي، فكانت موقف جميل بعد ما عرفته. يعني دايما دلوقتي اقول لا حط لي زيت العود، حتى لو ما حطش زيت العود، حط مثلا بيض، حط حاجه اخرى، ولا مدمن عليه. لازم زيت العود، زيت العود مع الفرماج. لازم حبه الفرماج، لازم حبه الفرماج تحط مع زيت العود كده. انتم المشاهدين تتغرق في زيت العود وبعد كده تتاكل. وليت كندير لي الفول، واحد ما درت لي الفول قال لي لا 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 مابقاش مصارني، مابقاوش قادين على الفول، جيب لي زيت العود. فانا اصلا ما اعرفش، يعني لو كانوا قالوا لي من الاول زيت الزيتون كنت كلت من بدايه الامر خالص، انما بكل مره يقول لي زيت العود زيت العود زيت العود. ولكن واحد الطبع في سعيد ما عرفتش كاين الناس اللي بحال هكا، ربما دابا هو ما كي انا بعدا كنبغي ندوز، بزاف الناس كيبغيو يدوزوا باتاي ولا بقهوه، ولا ياكل عادي يشرب القهوه كياكل هكا بالناشف فرماج بيض اللي عند الاكل بعد كده اشرب القهوه. ما خدتش التمر، خد التمر الاول. انا بقول للناس العود الزيت زيت العود دابا صافي دابا شنو زيت العود مع زيت الخشب مع الفرماج. بس انا عايز اعرف حاجه بقى، ليه سموه في المغرب زيت العود؟ سموه زيت العود لان الشجره من الشجر وجهك شجره عود يعني خشب فهمتيني، داكشي علاش ربما ربما انا جافرم اول حاجه هما المشاهدين غيجاوبوك، انا ما عرفت ربما قلت هذه فكره. قلتي الزيتون وفيها الشجره خشب. طب هما بيحصروا الخشب ولا بيحصروا الزيتون؟ بعصر ما عرفتش بالزيتون ماشي، يعني بعصر الزيتون اسمه زيت الزيتون. ايه جات العود منين بقى؟ من ديك الشجره وقيل على الارض. ما قلت له انت زيت العود زيت العود ما قلتش له. تعالى تعالى حموده يقول لي يا افطر يا عم زيت العود، زيت العود زوين ده، انا جايب بوديزه. انا مش عارف ايه البوديزه اصلا، انا جايب بوديزه فيها 5 لتر. ايوه راه غالي، راه ب 60 درهم 55 درهم. المهم انا افهم كلمه خمسه والكلمه اللي بعدها ما فهم، لان ريتلو بيشديها كده ريتلو فما فهمهاش قوي، ريتلو كده يعني كلمه ريتلو ما فهمش، يعني انا افهم خمسه يعني خمسه ايه ما فهمش، وزيت العود ما فهموش، افهم كلمه زيت انما العود ايه، والعود عرفنا العود خشب. دابا بقول للمشاهدين وما يشرحوا لك علاش قالوا علاش الغرب سموه زيت. فاحنا عايزين يا جماعه اللي يعرف بقى موضوع ان هم سموه زيت العود ده يقولوا لنا في التعليق ايه، يعني ايه الفكره ان سموه زيت العود؟ ايه الفكره يعني ايه اللي كان اللي كان بيعمله في اول مره كان اسمه العود، كان اسمه العود ولا من عائله العود ولا كليان بتاع ماشي. فاحنا عايزين نعرف يعني الزيتون ما بتعصر باسمه زيت زيتون؟ لا ولكن كنت عارف واحد المره ما عرفتش كيفاش قلت لي حطيت لي الزيتون هكا درت وسط قال لي خلطتي، قلت لي راه هذا الزيت هو هذا الزيتون، ما كنتش عارف بان من هذاك الزيتون في الاول اي حاجه، ما كنتش عارف ما عرفش ناكل الزيتون. ما تقول انت بتاكل الزيتون في الاخر خالص بقى ما انت خلاص تعبتي معايا، فانت بتقول انت بتاكل الزيتون اهو، ما هو الزيتون هو دي هو دي هو زيت العود. ازاي يا بنتي بتقولي زيت العود زيت الخشب؟ عادي تضحك عليا ساعه ما قلت زيت الخشب. المشاهدين المهم احنا شاركنا معكم الفطور ديالنا والطرائف ديال سعيد، وكل عام وانتم بخير.
وتفرجوا على فيديوهاتنا ان شاء الله يكون جديد، وغنديروا لكم واحد الفيديوهات ان شاء الله يكونوا زوينين في رمضان. واحلى فطور يا جماعه، احلى فطور بزيت العود مع الفرماج. دابا لازم الفرماج يغرق في الزيت كده. دابا دابا ما بقاش اسعد الفول صافي. ها الفول ما بقاش كده. لا الفول بديل على القلب خلاص، بديل على المعده. عايز تمارين تاني من جديد. تمارين ان شاء الله هتمشي لبيصر تقول له فعلي. بالصحه بالصحه وراحه اخواني الاعزاء. شكرا لكم، ورب الفيديو يعجبكم، وتبارك الله عليكم، تبارك الله على زيت العود. قول لنا ودبلوت كحوا الزيتون. نعمك عليه، وكل عام وانتم بخير، وفي الغد ان شاء الله رمضان، كل سنه وانتم طيبين. و يا رب الصحة والسلامة. نتمنى رب رمضان يكون علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. كل عام وأنتم بخير، وانتظروني على يوميات مصر في المغرب، فيديو جديد إن شاء الله.